في قلب الخليج العربي تبرز دولة قطر كلؤلؤة متألقة تروي قصة نهضة صناعية ملهمة. واجهت قطر صعوبات جمة، لكن بإرادة لا تلين استطاعت أن تحول تلك التحديات إلى فرص. اليوم تنتشر المناطق الصناعية في قطر صناعات متطورة، تكنولوجيا متقدمة، خطوط إنتاج لا تتوقف. إنها قصة حب للوطن، قصة شغف وإصرار، حيث تتشابك الأيدي لبناء مستقبل مشرق. قطر في نهضتها الصناعية لا تكتفي بتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل تسعى لتكون رائدة في الابتكار والإبداع على مستوى العالم. في هذه السلسلة الوثائقية سنأخذكم في رحلة عبر الزمن لنستعرض كيف تحولت قطر إلى مركز صناعي متكامل، وكيف أن حب الوطن كان الدافع الأكبر وراء كل إنجاز. هنا قطر. على بعد 60 كيلومتراً شمال شرق مدينة الدوحة وفي منطقة رشيدة يقع مصنع ريان لإنتاج المياه الطبيعية. ونحن هنا نفتخر بأنها المياه الطبيعية الوحيدة في قطر والخالية من الكلورين، والتي يتم استخراجها مباشرة من الآبار العميقة والبعيدة عن التلوث. أربعون عاماً مرت ونحن ملتزمون بالجودة والنقاء في كل جانب من جوانب عملنا لضمان أعلى المعايير اللازمة ولضمان وصول منتج صحي طبيعي بين يدينا. Ryan's story started some 40 years ago in 1984 by our founder, the late Mr. Khalid Al-Rabban. Today, we can proudly say that Ryan is the market leader in the natural water market, and it has achieved this standing for many, many years now. The cornerstone of this company is around quality, and everything we do is to ensure that the quality, that the product that is manufactured, that the quality is of the highest standard. This not only in terms of the manufacturing cycle, it is also supported by many of the systems that we have in place, the world-class processes that we have in place as well. So that really supports it, which is actually aligned to the fact that our planting machinery is world-class as well. It is state of the art. And also, in addition to all of this, it's supported by the fact that we have very technical and able labs to actually ensure that the quality is of the very highest standard. A big focus of the company as well has been to continuously focus on the environment. Many awards we have in fact got that we've actually achieved in the past number of years for sustainability, and that is something that we will also ensure that as we go forward we drive that even more. Ryan is the only company having prefab manufacturing as well as water bottling under one roof. We have our own production facility for prefabs and caps and bottling, state-of-the-art Ryan bottling plant. Our motive is to maintain and deliver high quality products from source to the customer. Our bottling plant is full of automated machineries, and we ensure that the product is untouched from the source to reach the end customers. I can proudly say Ryan is having very huge logistics division with automated warehousing with a clean and air-conditioned environment. Due to our fleet structure,
we ensure that our products reaching to the customer fresh and on time. اهلا وسهلا فيكم بمصنع الريان لتعبئه المياه المعدنيه، المياه الطبيعيه الوحيده في قطر. اليوم رح ناخذ جوله بمصنعنا لحتى نشوف طريقه تصنيع منتجاتنا المختلفه. سيد مانيكا رجا رح يفرجينا طريقه التصنيع للعبوات الزجاجيه والبلاستيكيه، بدايه من استخراج المياه الجوفيه من تحت الارض لنوصل للمنتج النهائي اللي هو عبوه زجاجيه او بلاستيكيه اللي بنشوفها طبعا بالسوق او بالسوبر ماركت. نحن الآن عند بئر المياه الخاص بنا، لدينا بئرين للمياه. هذا هو البئر الأول الذي تم اكتشافه في عام 1984. هذا البئر يزودنا بالمياه اللازمة للإنتاج اليومي، ولدينا بئر آخر للاستخدام في حالات الطوارئ. المياه داخل هذا البئر تحتوي على الكثير من المعادن، ونقوم بالاحتفاظ بالمعادن الأساسية في المياه التي نقوم بتعبئتها، بينما نقوم بإزالة البعض من خلال تقنيات معالجة المياه المتطورة لدينا. ويبلغ عمق هذا البئر حوالي 80 مترا، ولكن المضخة تعمل على عمق حوالي 50 مترا فقط. كمية المياه الموجودة داخل الآبار تحددها الدراسات الجيولوجية والصور الفضائية التي تم التقاطها عام 1984. ومنذ ذلك الحين فإن هذا البئر يوفر لنا ما يكفي من المياه، وتحتوي هذه المياه على معادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم مع مشتقاتها من الكبريتات والكلوريدات والبيكربونات. في معالجة المياه لدينا نقوم بمعالجة خاصة لتقليل الكميات ونحافظ على المستويات المطلوبة والتوازن لصحة الإنسان. نحن نقيس مستوى المياه بشكل متكرر باستخدام مؤشرات مستوى المياه في البئر. لدينا هنا مضخة غاطسة تعمل في هذا البئر وتقوم بعملها بناء على مستوى المياه في خزانات المياه الأساسية. كل شيء هنا متصل بأجهزة استشعار، فعندما ينخفض مستوى المياه في الخزانات تبدأ المضخة بالعمل تلقائيا، فكل شيء مؤتمت بالكامل. هلا رح نتعرف على طريقة تشغيل خطوط الإنتاج من البداية للنهاية. نحن الآن متواجدون في خط الإنتاج الأول. هنا نحصل على أنابيب صغيرة من موردينا. نستخدم هذه الأنابيب في الماكينة لنفخها وتحويلها إلى زجاجات كبيرة. ولكن كيف نقوم بذلك؟ هذه الأنابيب عبارة عن مادة صلبة جداً، لذا نقوم بزيادة درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوية حتى تصبح الأنابيب شبه صلبة ويمكن ثنيها. بعد ذلك نستخدم ضغط هواء مرتفع يصل إلى 40 بار لنفخ الأنابيب وتحويلها إلى زجاجات كبيرة حسب القالب. ننتج 4 أحجام من الزجاجات، 200 و330 و500 ملل ولتر ونصف اللتر. وعندما نستلم الأغطية من المورد تقوم جودة الإنتاج بفحص تصميمات الأغطية واختبار المعايير الفيزيائية الأخرى. لدينا أيضاً أغطية خاصة لمياه الكلاين باللون الأخضر. أثناء عملية النفخ نقوم بأخذ الزجاجة المنفوخة من الماكينة كل ساعة. يقوم فريق الجودة بفحص الزجاجات التي تم نفخها، حيث يتم فحص السمك، التشكيل، وأحياناً الوضوح.
كل شيء يتم التحقق منه. بعد عملية التعبئة لدينا جهاز تفتيش لفحص مستوى المياه، إذا كان المستوى أقل أو أعلى من المطلوب، أو إذا كان هناك غطاء مفقود أو تالف. نقوم أيضاً بفحص قوة الزجاجة من خلال اختبار التحميل العلوي. في مختبرنا لدينا جهاز اختبار التحميل العلوي الذي يقيس قدرة الزجاجة على تحمل الضغط لضمان عدم حدوث انحناءات أو تلف في الجسم أثناء النقل من المصنع إلى السوق. بهذه الطريقة نحافظ على جميع معايير الجودة المطلوبة. نحن الآن في غرفة الأوزون حيث يجري الجزء الرئيسي من عملية معالجة المياه. هذه الخطوة أساسية لضمان تعقيم ونظافة وجودة المياه وإطالة مدة صلاحيتها، حيث يمكننا تحديد فترة الصلاحية من 6 أشهر إلى عام كامل بناء على هذه العملية. الأوزون هو غاز لا يمكننا تخزينه مثل ثاني أكسيد الكربون أو الأكسجين لأنه غير مستقر، لذلك يجب علينا إنتاج الأوزون في الموقع. نحن لا نستخدم الكلور في أي مرحلة من مراحل عملية تنقية المياه، نحن نستخدم فقط معالجة الأوزون وهي مكلفة للغاية ولكنها أفضل من إضافة الكلور، لذلك نعلن بأن جميع منتجاتنا خالية تماماً من الكلور في جميع مراحل المعالجة. نحن الآن في المختبر حيث تتم أنشطة مراقبة الجودة. لدينا 5 خطوط إنتاج، 3 للعبوات البلاستيكية و1 للزجاج وخط واحد للأكواب. نقوم بجمع زجاجة واحدة كل ساعة من كل خط إنتاج. يوجد فريق مراقبة جودة مخصص لكل خط حيث يجمعون العينات ويقومون بفحص المعايير اللازمة. عادة نقوم بفحص الأس الهيدروجيني pH ومستوى المواد الصلبة الذائبة TDS والمعايير الأساسية الأخرى خلال الإنتاج. كل زجاجة تخرج من خطوطنا تخضع لأعلى معايير الجودة. As a Qatari water bottling company, we are the only company holding maximum ISO certificates. We comply with HACCP, quality management system, environmental management system, food safety management system, occupational and health safety management system. Our promise is our customers will get high quality and fresh products always. قبل ما نكمل جولتنا رح نروح على احد مصانعنا، مصنع بوليتك للبلاستيك، محل ما بنصنع البري فورم اللي هو الاصل الذي نصنع منه العبوات البلاستيكيه. نحن الان في مصنع بوليتك حيث نقوم بتصنيع الزجاجات في شكلها الأولي والأغطية. لتحقيق ذلك نشتري المواد الخام الأولية وهي حبيبات الريزن PET وHDPE من دول الخليج وأيضا من دول شرق آسيا مثل الصين وتايلاند وكوريا. نحن الآن في مختبر الجودة في مصنع بوليتك حيث أنشأنا مختبراً يعتمد على المعايير الدولية لاختبار المواد الخام والمنتجات النهائية ومواد التغليف. نستخدم مجموعة متنوعة من الأجهزة لاختبار منتجاتنا، ولدينا مخطط للكشف عن العيوب باستخدام مقياس الاستقطاب والذي يمكننا من خلاله اكتشاف أي عيوب في الزجاجات أثناء عملية التصنيع. بمجرد اجتياز جميع الفحوصات يتم اعتماد المنتج النهائي وإرساله للعملاء.
This is our Precom manufacturing machine. هذه ماكينة تصنيع الزجاجات في شكلها الأولي الخاصة بنا. نستخدم أحدث الأجهزة وهي من نوع هاسكي، وتعد من أفضل الأجهزة عالمياً لإنتاج الزجاجات في شكلها الأولي. نحن ننتج حوالي 100,000 قطعة من الزجاجات في شكلها الأولي في الساعة، وفي اليوم الواحد نصل إلى إنتاج ما يقارب 2.5 مليون قطعة. الكثير يعتقد أننا ننتج الزجاجات بالكامل هنا، ولكن في الحقيقة نحن نصنعها في شكلها الأولي فقط. كما ننتج نوعين من الأغطية. يمكننا إنتاج ما يصل إلى 120,000 غطاء بالساعة، وطريقة تصنيع الأغطية مماثلة لتصنيع الزجاجات في شكلها الأولي. بعد التفتيش تكون الزجاجة جاهزة للتغليف. هنا نطبق العلامات التجارية باستخدام ملصق POPP، وهو ملصق حقيقي مخصص لتعبئة الزجاجات البلاستيكية بجميع الأحجام. يمكننا تغيير إعدادات الآلة بسهولة لتناسب جميع الأحجام. ننتج أيضا المياه القلوية بنفس الأحجام مع اختلاف بسيط في عملية معالجة المياه. بعد عملية وضع العلامات على الزجاجات، نمررها مباشرة بعملية طبع التاريخ، حيث نحدد تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء الصلاحية، وقت إنتاج الزجاجة، ورقم الخط الإنتاجي. هذا النظام ضروري لتتبع الزجاجة في حال وجود أي ملاحظات أو حاجة للتحقق في المستقبل عن تفاصيل إنتاجها، مما يسهل عملية تتبع المنتج. من البداية نحرص في هذا الخط والخطوط الأخرى على الحفاظ على النظافة الكاملة، بدءا من معالجة المياه وحتى نهاية خط الإنتاج. وأيضا عندما يدخل الموظفون إلى المصنع، عليهم أولا غسل أيديهم جيدا بالصابون، ثم تعقيمها بالكحول. بعد ذلك يرتدون أغطية الأحذية والشبكات الشعرية، ويجب أن يكون زيهم نظيفا ومرتبا، ونحن نوفر لهم هذه الملابس. وكما تلاحظ في هذه العملية كلها لا يمكن لأحد رؤية الماء أو لمسه. الآن نحن في قسم التغليف، حيث تأتي الزجاجات بعد وضع الملصقات عليها من منطقة التعبئة. نسمي هذا القسم الآن قسم التعبئة الجافة. التعبئة الجافة تعني أنه يمكنني هنا تعبئة الزجاجات باستخدام التغليف الانكماشي أو الكرتون في هذا المكان. بعد ذلك تنتقل العبوات إلى منطقة الترتيب على المنصات، حيث يقوم الجهاز بترتيبها بطريقة تجعل كل منصة تحتوي على كمية محددة من العبوات. لدينا تقنيات مختلفة لترتيب المنصات، ومن أفضل هذه التقنيات هو الروبوت. يقوم الروبوت بترتيب العبوات أو الصناديق بشكل يتناسب مع النمط المحدد للمنصة، حيث يتم دفع العبوات إلى المنصة وفقا لنمط معين. كل هذا مبرمج مسبقا للروبوت، حيث يتم برمجة وتحديد أنماط الترتيب بدقة. إنها تقنية متقدمة وفعالة للغاية لترتيب المنصات.
نحن ننتج يومياً حوالي 400 إلى 500 منصة. يعتمد عدد المنصات على حجم العبوات وحجم الزجاجات، وتتواجد هنا في مستودع المنتجات النهائية. لدينا نظام الراديو شتل هنا، يمكنكم رؤية الرافعات الشوكية التي تضع المنصات على الراديو شتل، وهو نظام تلقائي يقوم بتخزين المنصات في العمق، وعند الحاجة إلى الشحن يقوم بإعادتها إلى الخارج. كل هذا مبرمج بنظام تحكم عن بعد. هذا النظام هو نظام تخزين تلقائي يعرف بنظام الراديو شتل، والذي يأتي من أوروبا. يساعدنا هذا النظام في تطبيق مبدأ فيفو، وهو ما يعني أول دفعة تدخل هي أول دفعة تخرج. نقوم بتخزين المنتجات لمدة 48 ساعة كفترة حجر كما ذكرنا سابقا، وذلك لتلبية المتطلبات الميكروبيولوجية. يمكننا تخزين ما يصل إلى 2800 منصة تحميل في هذا النظام التخزيني. يشمل ذلك جميع منتجاتنا من العبوات البلاستيكية والزجاج وكل شيء آخر يتم تخزينه في نظام الرفوف. نتلقى الطلبات من مستودعنا الآخر المعروف بمستودع اللوجستيات. هناك يجمعون متطلبات السوق ويوحدونها، ثم يطلبون منا ما يحتاجونه من خلال نظام التحويل البيني. نرسل من هنا 20 منصة تحميل في كل مرة إلى مستودع اللوجستيات. من هناك يتم توزيع المنتجات عبر المركبات المبردة، وأحياناً باستخدام الشاحنات الكبيرة أو الصغيرة حسب متطلبات السوق. نحن هلأ بغرفة الشلف لايف روم. شلف لايف روم هي الغرفة اللي بنحط فيها العينات من خطوط الإنتاج. طبعاً نحن كل يوم عنا إنتاج، وكل يوم بننتج منتجات بأحجام مختلفة مثل ما نعرف. من كل حجم، من كل عملية إنتاج لازم يكون في عينة توضع في غرفة الشلف لايف روم. وطبعاً نحن نعرف أنه الصلاحية لعبوات المياه هي سنة، أي 12 شهر. هذه العينات تترك في غرفة الشلف لايف روم لـ 13 شهر، لسبب أنه في حال لا قدر الله أي إجت من أي عميل من أي زبون، نحن قادرين نحصل على عينة من هذه العملية الإنتاج، من هذا اليوم المحدد الذي أنتجت فيه هذه العبوة، لفحصها واختبارها بالمختبر. نحن الآن في خط تعبئة الزجاجات، حيث ننتجها بثلاثة أحجام مختلفة، 250 و500 و750 مللتر. كما نقوم بإنتاج فئتين هنا، المياه الطبيعية والمياه الغازية. ولكن كيف نقوم بذلك؟ نحصل على الزجاجات وهي مرتبة على منصة تحميل. يقوم جهاز التفكيك لدينا بتفكيك وترتيب الزجاجات، حيث يتم دفع الزجاجات من منصة التحميل إلى عملية الإنتاج من خلال الناقل المتطور وأحدث الأساليب التكنولوجية. تصل الزجاجات إلى جهاز الغسل الخاص بها. في جهاز الغسل نقوم بعدة مراحل من التنظيف، تبدأ بغسل معقم ثم غسل كيميائي، يتبعه تسخين بسيط بالماء الدافئ بدرجة حرارة تتراوح بين 45 و50 درجة مئوية، وبعدها يتم استخدام المنظفات عند درجة حرارة تبلغ 60 درجة مئوية، وأخيرا يتم شطف الزجاجات بالماء النقي الذي نستخدمه للشطف النهائي. بعد تنظيف الزجاجة تصل من بعدها الزجاجات إلى جهاز التعبئة، وحتى في جهاز التعبئة نقوم بعملية شطف إضافية للتأكد من نظافة الزجاجة تماماً قبل تعبئتها. بعد تعبئة الزجاجات يتم وضع الأغطية عليها فوراً،
ثم تنتقل إلى عملية التفتيش، حيث يتم التحقق من مستويات التعبئة والكشف عن أي أضرار في الأغطية أو وجود أي خلل. بعد ذلك تنتقل الزجاجات إلى جهاز وضع الملصقات، وهنا تختلف عن تلك المستخدمة في الزجاجات البلاستيكية. هذه الملصقات تحتوي على الغراء، مما يجعلها تلتصق بالزجاجة. بعد وضع الملصقات تنتقل الزجاجات إلى آلة التغليف، من آلة التغليف يتم تصنيف العبوات ومن ثم نقلها إلى جهاز التكديس، ويتم أيضا تغليف العبوة نفسها وصناديق الزجاجات. وكما ذكرت سابقا نقوم أيضا بتصنيع الزجاجات الفوارة، ولكن الفارق هنا هو أننا نستخدم الزجاجات الخضراء بدلا من الشفافة لتكون علامة مميزة للمياه الفوارة. In terms of the involvement in the major events that we have in Qatar, Rayan is actively involved in all of the major events, and as well as we are a key sponsor of all of the international sporting events that we have here as well. A unique selling point that we have in Rayan is the only natural water bottler in the country, and this gives us a very unique edge in terms of the marketplace. If you look at the vision that we have in our group, we really aim to be the leading beverage company in this region, and we really hope to get to that level by really making sure that we continue to expand the product range. We really hope to grow in a organic fashion, and this we will achieve by sticking to the core competencies that we have as a group. The mission of this group is to continue to supply natural water through to the market, and also to enhance the product range in the beverage area by in fact expanding into a wider range, which will really focus keenly on the health and wellness area. This we will continue to achieve by ensuring that we comply with all of the governance that we have in place and the social responsibility as well.